تهدف هذه الدورة التدريبية التي تعنى برفع الكفاءات وتطوير القدرات والمهارات لصالح الجنسين وفق متطلبات سوق العمل، وذلك استجابة لمخرجات وتوصيات قمة بيجين. هذه المناسبة استهلت بكلمة المدير العام المكلف بتطوير الجنسين لدى وزارة المرأة وحماية الطفولة إسماعيل آدم، والذي رحب بالحضور مذكرا إلى أن هذه الورشة جاءت استجابة لتوصيات مؤتمر بيجين الداعية إلى تنظيم الأسرة واستغلالية المرأة. ثم قدمت وزيرة المرأة وحماية الطفولة أمينة بريسيل لونغو، والتي شكرت الحضور وأشارت إلى أن الحكومة قد تأهدت بفتح الفرص أمام المرأة وتذليل الصعاب، ذلك لأجل النهوض بالمرأة للاستفادة من قدراتها والدعوة إلى استغلاليتها وتمكينها لمزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية وتوسيع نطاق عملها. مستر دول قدموا في بجيه 2021 ومارشال مارغانو سيركولير أنا بريباراسيون أنا بجيه 2021 وفي نوت دا وقل قطع أكسان في بروبلماتيك أنا جار إشاندا مينستر داورا إلوما ديريكتور جنيرو أنا مينستر دول وللتذكير أن كل هذه المبادرات جاءت بفضل مشير تشاد إدريس ديبي إتنو، والذي لم يدخر جهدا في سبيل ترقية المرأة وتطويرها.